outside midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I think there was a thousand times. يوسف بالعملية العرضية من بالعملية في منطقة الجزاء تسديد الهدف الثاني لنادي الرجاء الرياضي زكريا الغادي يوسري بوزوق في الشباك هدف ثاني لفيدة طريق الرجاء. المحكمة غادي تكون لمتابعة الصورة متابعة اللقطة من طرف حكام الفار. حكام عطى الإشارة التنفيذ هذا من فاتي كرة الكرة داخل منطقة الجزاء الرياضية. هدف هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي وهو هدف التعديل. تالي هدف داخل كل مرمى. هدف لصالح فريق الرجاء الرياضي بوش الكرة. الهدف الهدف اول لفائده فريق الرجاء
بواسطة يسري بوزوق اللي يسري بوزوق الذي يسلم من ورقتها للمدافعين ويضع الكرة في شباك بهذا الشكل وبهذا الطريقة. هذا يسري بوزوق وهدف التعادل لبعيدة فريق الرجاء. بعد جاء الهدف ليبيتي بين الفريقين. تبدو من جديد تمرير ليسري بوزوق. إذا الهدف صحيح لبعيدة فريق الرجاء. نذكر بأن هذا الهدف هو هدف سياح للفيلي كرة تساعد النجوم تحل كرة البيضاء يسمع صوت الياسر مرة أخرى وتسديد التركيز في التسديدة مع متابعة الفيلي للكرة لكن صعب صعب جدا التصدي لهذه النوعية من الكرات هدف لصفر يا سادة هنا في التربيضة النسر الرجوي يحلق عاليا في سماء مدينة مراكش بالإعادة مرة أخرى هذه الفرصة التي أتت في التصويبة الأولى ثم بعد ذلك إتمام الكرة مكعازي. نعم هو من وضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول لصالح فريق الرجاء الرياضي. صابر بوغرين ثم بعد ذلك تأتي التصويبة من محمد مكعازي الاسم السابق في المغرب أتلتيكو تطوان. إن الانطلاقة من الجهة اليمنى يختار الانطلاقة في اتجاه صابر بوغرين لسليدة دخول ممتاز كرة ممتازة جول والهدف هدف التعادل يأتي في هذه اللحظات التعادل قبل نهاية تفاصيل هذه المواجهة. هنا الرجاء الذي يعود من خلال عبد الصمد بدوي الذي يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل. عبد الصمد بدوي يعلن عن هدف التعادل في مباراة اليوم ويعيد الأمور إلى خانة التعادل. ماذا حدث على مستوى الشيء؟ يسري بوزوق مع كرة هدف أول هدف نفسي في المكان المناسب يضع كرة في شباك هدف أول في بيت غازي عند محمد جريد على مستوى الجيل هنا كرة لبيدة فريق الرجاء سديدة فرصة هذا من نفاتي تسديدة قوية تعانق شباك الحارس أيمن ما اللي لاعب أدم النفاتي بعد ما تمكن اللاعب زيد علوي ياخذ الكرة بطريقة ممتازة وهدف جميل لبداية فريق الرجاء بواسطة اللاعب أدم النفاتي تسديدة ممتازة وثنائية لأدم النفاتي هدف ربما واحد من الأهداف الجميلة اللي تسجلت بداية هذا الموسم من توقيع أدم النفاتي الإنزال التصويب ربما يحضر كرة جانبية راسية والعريضة والهدف هدف التعديل يأتي في هذه اللقطة يأتي من خلال هذه الكرة جاءت بتمريرة ذكية جانبية نفاتي براسية بوغرين من أتم العملية صابر من كان له الفرق في إتمام العملية الماضية وإدخال الكرة للشباك وبالتالي هدف داخل كل مرمى الرجاء يعود الرجاء يسجل فريق نهضة زمالكا مرة أخرى محاولة من عملية تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء هنا إنزال بالراس الفرصة الثانية تصويبها هدف لفريق الرجاء نوفل أزروني أطلع الكرة ديالو بشكل مناسب بشكل جيد فريق الرجاء الرياضي لاحظوا أن الإنزال تحضير وبعد ذلك تصويب برجل مقطعة هذه الكرة قوية سريعة شيل خلاقة في المرمى تمريرة جانبية ديال بوركسو تغطية دفاعية بعد ذلك تأتي لتكون هذه الكرة مهيئة لتكون الكرة الثانية في عالم كرة القدم التي يتم الاستفادة منها بهذا الشكل وبهذا الأسلوب نوفل الزرهوني هدف أول في الفريق الرجاء نوفل الزرهوني
تمكنش من الحصره السوداء كره من اليسرى عليا كره تاخذ غنطه شوت من الهدف الهدف الاول للرجاء الرجاء يفتتح التسجيل في مباراه اليوم نعم هذا الهجوم يضرب سلامه من النوفل من زرهوني تعامل مع كوكو خلى في منطقه الجزاء وجد نفسه في تحدي وجه لوجه مع الحارس اختار الزاويه البعيده ركنها بكل براعه ولنا عن الهدف الاول الرجاوي بمباراه اليوم الاخضر يبدو انه حلق مبكرا في هذه المواجهه في انتظار رده فعل فريق اتحاد طنجه الهدف الذي في تاتي يسري يتقدم بوزوك يضع الكره في المرمى هدفين مقابل لا شيء هدفين مقابل لا شيء سيناريو مباراه مستمر بهذا الشكل بهذا الايقاع الرجاء للهدف يسري بوزوق يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف الثاني الحارس في جهه والكره في جهه تفنن في وضع الكره بهذا الشكل يسري بوزوق معلنا عن ثاني اهداف فريق الرجاء يعني قلت الرجاء كمستقبل فاز في تقريبا نتحدث عن خمس مباريات نعم ارتقاء مبارك ينطلق يبحث من يقدم بركاته في هذه العمليه الهجوميه لدى من فاتي تمريره جانبيه بوزوق يخرج داخل منطقه الجزاء زوري جول جول هدف ثالث بالروعة هدف ثالث بالمقاس يا ناس لعبة الزاوية البعيدة معلنين عن ثالث الأهداف معلنين عن ثالث الأهداف للرجاء الرجاء الذي يبدع اليوم في هذه الجولة الأولى الرجاء الذي يسير بهذا الشكل وبهذه الطريقة يؤكد نفسه حضور اليوم على أنه قادر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية مباراة لبتن قبل بوغريك أمامية هذه الكرة صوب من هنا نوفل زرعوني عملية هجومية دخول داخل منطقة الجزاء قصادة هدف رابع في مباراة اليوم هدف رابع في مباراة اليوم يأتي بهذا الشكل مشوار مستمر شوفوا هذه العملية شوف الطريقة اللي جات من خلالها الكرة نوفل الزرعوني روغ الحارس سلم الكرة بالمقاس ثم بعد ذلك وضع الكرة بهذا الشكل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يشيل هدف هذا الأسلوب وبهذه الطريقة هذا هدف هذا الشوطي نعم رابع الأهداف إذن تابعنا اللقطة حضور قوي لعناصر فرقة الشباب العامري ممتازة ممتازة فصادة وغلة تهديفية كبيرة في مباراة تابع شوفوا هذه اللقطة اللي جات ديال الشكل داخل منطقة الجزاء يوسف بوزوق كان يبحث دقيقة قبل أن يقدم أهداف أخرى كرة ممتازة نوفل نوفل يضع الهدف والهدف السادس والهدف السادس في مباراة اليوم الرجاء يقسو على اتحاد طنجة الرجاء يقسو على الثالثة والثاني في الدقيقة 63 والثالث في الدقيقة 72 مشوار الرجاء الذي امتد لأن يصل إلى شباك حارس مرمى اتحاد طنجة من بحجايا ويأتي الهدف السادس هذه مباراة هذه مباراة لن ينساها الفريقان معا كرة في الخط الأمامي كان يدير التمرير العرضي مرمى ممتاز صبر مورين التمرير العرضية جانبية لو هدف هدف بنيران يضع الكرة في المرمى شوف هنا صعب المدرب نزل الكرة ديالو بعد لقاء الكرة وقع فائدة جيدة لاحظوا لاحظوا تمريرة عرضية جانبية بهذا الشكل هذا ثم يضع الكرة في المرمى اللاعب الويفودي المدافع الذي لم يتمكن من محاولة اختلاف نقود اخر
I can't seem to let this go. It's not too late. Just
I left it go and let it breathe. I'll be waiting here to see. I don't know if everything will be alright. Sometimes you gotta let go, cause I gotta let you go. يسرى وبالتالي يضع الكرة في الشباك بهذا الشكل. إذن 1-0 النتيجة مسجلة هنا ومحاولة من جديد تغطية من جانب فريق وتفاصيل المباراة. كرة أمامية للرجاء، فرصة تصويبة ممتازة، تعود من جديد جول والهدف الأول بطموح تسجيل بكرة مقاسية وهي بشكل ممتاز يتمكن من إسكانها في الشباك. موب يضع الكرة بهذا الشكل يؤكد على أن بإمكانه أن يكون صاحب رسمة الهدف وصاحب إمكانية الوصول لشباك فريق شباب السالم الرياضي. هذا العنوش فرصة والهدف. الهدف الثاني للرجاء الرياضي يأتي من خلال عملية هجومية سريعة ملصقة بشكل أبدى من جانب يوسف الزوق. تمريرة مروان سيلا، الاستفادة كانت من أقدام اللاعب يوسف الزوق الذي تمكن من وضع الكرة في الشباك ولنهاية الهدف. الرجاء الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية جانبية وبعد انتباه على مستوى التغطية الدفاعية. زينا من قام بالصعود السريع وزينا من قام بالتمرير وقتل الكرة بشكل ممتاز. إذا يسري بوزوق حصل على بطاقة صفراء والهدف. الهدف الثالث يأتي من خلال هذه التصويبة المباشرة. هدف جاء بفكر من يضع في شباك تمريرة لم تكن بالشكل الجيد عن مستوى الخطأ الدفاعي المضطر من جانب اللاعب وزير رحيمي الذي لم يتمكن من معاذة الكرة بشكل جيد. الشيء الذي جعل آدم نفاتي يستفيد من هذه الكرة ويجعلها مباشرة في شباك. يسدد فرصة والهدف. هدف أول لفائدة فريق الرجاء وسط اللاعب آدم النفاتي. مرتد هجومي 40 ثانية فقط كانت كافية للرجاء من أدى الرأسية ديال مهدي موهوب. انطلاقة ديال آدم النفاتي، لاحظوا المساحة، سدد الكرة بشكل قوي، غلطة الحارس مروان فخر وهدف أول لفائدة فريق الرجاء. تابع الهدف من زاوية أخرى كان لسوء تقدير من مروان فخر، كانت صبغة ممتازة. آدم النفاتي فرصة لفائدة فريق الرجاء. آدم النفاتي شنو يعمل؟ آدم النفاتي يسدد الهدف. هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء وسط آدم النفاتي. آدم النفاتي دخول داخل منطقة الجزاء، لاحظوا المراوغة ثم كرة تعانق الشباك وهدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. وقت اللي تاريخنا ضد عتيق بابرا كان قريبا من تسجيل الهدف، وقلت بانه لو تبقى المباراه بنفس النسق وبنفس الضغط فاكيد بانه يتابع الهدف، والجواب كان سريعا. هذا من الخفيف ومن استغل الفرصه واستغل المحاوله
الرجاء وسط رياض بن عياد. رياض بن عياد يتمكن من وضع الكرة في الشباك. إلى الطيب تبدا المحاولة من قبل آدم النفاتي. فؤاد آدم النفاتي يمرر ورياض بن عياد بالكعب يضع الكرة في شباك مارتينو كي يربح. وأكيد هدفين طريق الرجاء باللاعبين الجزائريين. الحديث حول يسري بوزوق ورياض بن عياد يسجل الهدف الثاني. هدف لفائدة فريق الرجاء. استعبات الكرة بسرعة الزاوية بسرعة. عبد الخفيفي يضع كرة في شباك. هدف أول لفائدة فريق الرجاء والسريع المستوى المدرجات. فرحة تحدد الحدود. صعبوا بسرعة حدة الزاوية اليسري بوزوق. استعبات كرة دائرية وصعود ارتقاء لعبد الخفيفي يضع كرة في شباك. وأكيد احتراف لجماهير البولندية الوفدية لأنه لاعب صعب في البولندية الوفدية. عبد الخفيفي هو الذي يصل ويجد الطريق نحو مرمى الحارس ديال عطا. يستعيد التنفيذ يسري بوزوق. الهدف الثاني هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. هدف ثاني الفريق الاخضر في الانفاس الاخيره. الكره زياد عطا بشكل تشيل وصرا ويسري بوزوق اختار المكان المناسب كيتمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف ثاني لفائدة فريق الرجاء غادي يزيد وجه الحارس زياد عطا. بوزوق بوزوق يضع كرة في شباك والهدف الثالث لفائدة فريق الرجاء. وثنائية يسري جمال المدير التي كذلك تصفق للاعب فريق الرجاء في مشهد جميل وفي مشهد أكيد يؤرخ ل كيف تقول بأنه هذوما جماهير الكرة المغربية.